السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الموديول بتاعنا على السيت اب لاب، هنتعرف على الفيرجواليزيشن تكنولوجي، وهنشوف ازاي ده البروسيسور اقدر ان انا اخليه يشتغل على واحد بروسيسور او اتنين او الاربعة حسب برضو البروسيسور بتاعي. هقول له open a virtual machine، هشاور على الفولدر اللي انا عملت فيه extract. اوكي كده الديفولت يوزر روت اي للكوماند بتطبق على الميت اسبلويت، بس برضو مفيش مفر من الكوماند لما تحتاج تادفانسد في اي في وضعيه يوزر نيم وباسورد، في بيرميشن على فولدر، في اكسس كنترول ليست، كل ده الليجل بعد عمل العقد اللي ما بينك وما بين الشركه بتفيد ان انت بتعمل بنتريشن تيستنج، بتعمل ماب للنتورك بتاعتك كلها. حضرتك لو عملت السبع خطوات دول في الوقت ده حضرتك 1 6 8 1 5، يبقى في الحاله دي الدي ان اس جاوب من الاس ار في ريكورد، قال لي فين السيرفيس، السيرفيس موجوده على server1.edures.local. طيب هقول له كده وريني الاي ريكورد من الدومين بتاعي، ولنفترض مايكروسوفت بغض النظر عن المشاكل اللي ممكن تحصل، حتى لو سيرفر كامل اتحرق تفضل السيرفس شغاله. وبنقدر نعمل موضوع الهاي افيلابيليتي ده بحاجه من الاثنين، يا عن طريق اللود بالانسنج vodafone.com، هتدوس رايت كليك كده هتلاقي اي بي السورس اي بي اللي هيكون انا، او هيكون الاي بي اللي انا هعمل له سبوفنج. فتعالوا كده اقول له اي بي بيساوي اي بي، وافتح قوس واقول له اس ار سي عشان احدد له انا عايز احط الديستنيشن 139، تي سي بي بروتوكول، بعت له باكيت سن على البورت 80 على السيرفز اتش تي تي بي DNS داش BN عشان ما يستخدمش البينج، هبتدي اقول له داش جي بورت 53 وتقول له اد، تكتب النيم بتاع السكان جوب اللي انت هتكريتها، وفي باي ديفولت 4، وادوس انتر. الموضوع هياخد هيبتدي يعمل سكان في السبنت بتاعي. وبعد ما اخلص سكان هدوس اوك على فيو ذا نتورك، بشوف البروكسي سيرفرز اللي موجودة واقدر اختار منهم. هو اوتوماتيك زي ما احنا قلنا، هو تشيننج سوفت وير اتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس بس. وحضرتك الفاير وول ده حط عليك فلترد لويب سايت، عايز فروم واكتب مثلا هوست نيم ات، وهاخد اتاكد ان في اليو دي بي باكيت البورت 161 مفتوح، وبعد كده اجرب اعمل اس ان ام بي انيميريشن.
هحتاج ان انا اعرف نوع الاوبريتنج سيستم الريسورس دي اللي عندك بياخد منها التي جي تي، بيشوف فعلا الاس اي دي بتاع السكيورتي جروب والاس اي دي بتاعه واخدين بيرميشن ان هم ليهم اكسس على الريسورس دي، ويروح يعمل فاليديت للتي جي تي من التي جي اس، يروح لها يقول لها وانت طلعت التي جي تي تعمل فلاش ميموري، هتعمل فلاشه هنجهزها زي ما هنشوف كده بشويه حاجات، والفلاشه دي لما تتحط في اي جهاز بمجرد دبل كليك اوكي كده ابتدى يخش على الويب سايت. نروح بسرعة على جهاز الهاكر، هبتدي اشوف لو قلت له نيكست كده هيبتدي يجيب لي اللي حصل على الجهاز. احنا شايفين مسجل عبارة عن سناب شوت، مثلا هقول له سيستم انفورميشن، جاب لي كل الانفورميشن بتاعت السيستم بتاعتي. طب مثلا لو قلنا له وريني كده الديسكتوب، الويركي لوجرز هو عبارة عن جزء بقدر اوصله ما بين الكيبورد والبي سي زي ما انت شايف كده، بقدر من خلاله كل الداتا لللوجز دي. ففي الحاله دي الادمنستريتور مش هيقدر يوصل لاي انفورميشن او ما يعرفش ايه اللي تم على ويكونكت على السيرفر ويبتدي يديله الاوامر بتاعته. ابتدى الموضوع يبقى فيه مشاكل، وابتدى الموضوع يبقى صعب ان الهاكر يوصل للزومبي. ابتدوا يستخدم ان انا لازم اعمل بورت فورورد وان انا اكون عامل دايناميك دي ان اس. فلو رحت على الراوتر بتاعي على بيزك، جيت على الماشين دي، لو جيت قلت له فايل مانجر، عملنا سكرين كابتشر كده ستارت انترفال كانت زي الفيديو كده، بس ده الوقت اللي هتبتدي يعملها في كابتشر اكسبلويت داش جي كده. حضرتك جاهز ان اي مكنه هتنفكتها بالبلود دي، هقول له لا اشتغل باللوكال اي بي ادرس، هختار رقم واحد، اختار البورت اللي انت محتاج اشغل الليسنر عليه وبناء عليها كاريت عليه البيلود. هقول له مثلا ده بطريق تاني، تعالوا كده نجرب نعمله على الارمتج. الارمتج باي ديفولت هتاخد انفورميشن عن البوتس دول، ما هو دول كده اصبحوا بالنسبه لك بوتس وانت بتخش على البوت ماستر، تقدر تاخد الانفورميشن بتوع البوتس بتاعتك، وتقدر كمان بيه هحط اليوزر نيم والباسورد اللي انا عملت لهم كرييت وانا بعمل انستول ادمن محمود عاطف. ادي البوت نت سيرفر بتاعي زي ما احنا شايفين اشتغل، هو شايف